عسلي ماما، مرحبا بكم الناس الكل، ورجعت لكم في فيديو في وصفة جديدة. وكما قاعدين تشوفوا الوصفة متاع اليوم هي اللازانيا، باش نعملوها بطريقة مختلفة شوية. يمكن فما منكم اللي جربها، خمم فيها وجربها بالطريقة هذه. اللازانيا متاع اليوم باش نعملوها باش تكون خفيفة في النكهة وفي التحضير متاعها، يعني في ساعة ما تحضر بسهولة، ومهيش باش تكون فيها بشاميل، ومش باش يكون فيها زيادة حتى نوع من أنواع اللحوم. وباش نعملوها بنكهة البيتزا وبالمكونات اللي تجي في البيتزا. خليكم معايا لخير الفيديو وشوفوا الوصفة هذه كيفاش. اول حاجة باش نعملها باش نحضر الصوص. باش نعمل صوص متاع بيتزا، صوص عادية متاع بيتزا. حطيت الزيت وحطيت طماطم اللي هي فرشكة عندها مقصوصة هكا مكعبات، لكن هذه راي حاضرة، معناها مش قصيتها انا. المهم يعني مش طماطم معجونه. حطيت الطماطم هذيك، حطيت شويه ملح، شويه فلفل اكحل، شويه فلفل احمر، شويه زعتر، وشويه بازيليك. حطيتها تطيب على نار معناتها متوسطه، حتى شلين لهنا كيما تشوفوا كيفاش طابت وقعدت. ومادام هي قاعده تطيب، حضرت الجبن اللي هو الموتزاريلا متاع البيتزا. ولهنا باش نبدا نقد اللازانيا متاعي. خديت الطبق، حطيت اول حاجه شويه صوص، ومن بعد باش نبدا نحط في الاوراق متاع اللازانيا. ولهنا اوراق اللازانيا ماهمش اللي كيما المقرونه يبداو يبسين. خديت هذوما اللي العجينه تكون فرشكه، معناها على خاطر ياخذوا اقل وقت في التطيب. انا كيما قلت لكم اللازانيا متاعي ماهيش معناتها بالحم، دونك باش تاخذ اقل وقت في التطيب. وهذه حاجه اخرى من الحاجات اللي باهيه فيها كونها سريعه، معناتها تحضر في ساعه في ساعه. لو طون اللي نحضروا معناتها نجمو نكونوا محضرين كل شيء من قبل. لو طون اللي باش نحطوها في الفور في ساعه ما تطيب اقل، حتى من يمكن نص ساعه ولا نص ساعه حتى اقل. والله ما شديتش الوقت الحقيقه، تلقاوها طايبه معناتها راهي ما تشدش اليد جمله. باهي، من بعد ما حطيت اوراق اللازانيا حطيت فوقها الصوص، ومن بعد حطيت الجبن الموتزاريلا، وحطيت شويه تون وشويه زيتون، وكملت هكيكا الطبقات الكل. عملت لهنا ثلاثه طبقات، وكما قاعدين تشوفوا نحط في ورقتين متاع لازانيا على خاطر كيما زاده شفتوا اللي الورقه ياسر معناتها جويده رهيفه ياسر، ولدرجه انها شفافه ومتعود عليها نحط ديما ورقتين باش تجيني باهيه، معناها سينو تجي جويده ياسر ومش معناتها لدرجه انك ما تحسش ناكل في لازانيا. انتم بالطبيعه الشنيه لازانيا اللي متعودين تعملوها هذيك هي معناتها اللي قدوها بالطريقه المتعودين بها. لهنا عملت ثلاثه طبقات، الطبقه الاولى الثانيه اي ثلاثه طبقات، والطبقه الاخرانيه باش نزيد كاسوس اللي قعدت لي باش نزيدها شويه بركه ماء، مش برشا، شويه بركه باش تكون معناها كي تكون جارية أكثر، على خاطر كيما قلت لكم اللازانيا هذيا ما فيهش بشاميل باش الوجه ما يتحرق لناش، معناها وما يجيناش يابس. باش نسقيوها كيف ما هكايا بكا صوص تكون كيما قلت لكم، معناتها جريتها شوية، حطيت فيها زدتها شوية ماء الكونتيتي اللي قعدت لي. ومن بعد حطيت الموتزاريلا هذيا، أنا الحقيقة على خاطر موتزاريلا وفات لي الاخرى كلها كملتها ما بين الطبقات، هذيك علاش زدت الموتزاريلا هذه. وكما شفتوا كيفاش الطبقات نتاعها طبقه على طبقه باينين وهي مازالت نايه. لهنا ساي الموتزاريلا اللازانيا نتاعي طابت، باش نقصها وباش نوريكم كيفاش معناتها تجي من داخل. تجي معناتها يقعدوا الطبقات شادين معناتها رواحهم ظاهرين باينين ما بين الطبقات واللي بيناتهم، معناها وهذيك احلى حاجه في اللازانيا، معناتها كيف تبدا تاكلها تبدا محافظه على الشكل نتاعها، معناتها ما تسيحش وما تسيلش وما تخلطش في بعضها. هذيك البنه معناتها نتاع اللازانيا سينوت، اذا معناتها الشكل نتاعها فسد معناتها حتى النكهه نتاعها ما عادش تتبننها. كما قلت لكم شوف كيفاش ما بين الطبقات واللي ما بيناتهم قاعدوا باينين. وتعالوا نوريكم زادا كيفاش نقصها. تجي طريه
وخفيفه على خاطر كيما قلت لكم ما فيهش الحم، وفيها كنكهه البنينه هذيك نتاع البيتزا على خاطر الصوص معموله بصوص البيتزا، جبن البيتزا، الموتزاريلا يعني نتاع البيتزا، ومن غير بشاميل زيدا تجي اخف واخف. دونك حتى الصغار معناها نتاعكم اذا كان صغير ما يحبش لازانيا على خاطر فيها سورتو اللازانيا اللي معناتها بالبولونيز باللحم المفروم، معناها بنتصور كان جربولو لازانيا هذي معناتها باش تعجبو وباش يولي ياكلها. دونك وصلنا لاخر الفيديو، الوصفه نتاعنا اليوم وفات، ان شاء الله تكون عجبتكم وبالطبيعه ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، نرجع لكم في وصفه اخرى ان شاء الله. تبقوا على خير، باي باي.